شهدت حلقة أمس من برنامج The Voice Kids مواجهة بين الأصوات الشابة، وقد تأهل 6 مشتركين للقاء الأخير السبت القادم على شاشة MBC وMBC مصر، ليحمل أحدهم لقب The Voice. المميز في الحلقة الحرفية التي يمتلكها هؤلاء الأطفال والقدرة على التعامل مع المسرح والجمهور، ما سبب حالة من التوتر عند المدربين الذين وجدوا صعوبة كبيرة في التمييز بين المشاركين. المزيد ينضم إلينا في الاستوديو الزميل جميل ظاهر. أهلا وسهلا جميل. جميل، الدنيا مقلوبة يعني أمس على الأصوات، أصوات فعلا قوية، حضور قوي، يعني بتشوف أطفال بس كأنهم بعمر كبير. يمكن هذا التعليق اللي دائما نقوله من بداية الحلقة، بس حلقة أمس كانت مميزة جدا بالفعل، لأنه كان هالبرنامج عم بيفاجئنا كل أسبوع، وأنا هون يمكن جعبالي شوي نظر بالأول، تفلسف شوي، بدي حقك 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 وما عشان لابس جرافات بيلعب دور. أنا بدي أقول أنه الجمهور دائما هو بيلعب دور أساسي بأي عرض فني، والجمهور دائما لما بيكون متجاوب بس بالشكل الصح وليس هو دائما التصفيق أثناء العرض هو الأساس. يعني مرات كتير التصفيق كون الجمهور هو جزء من العرض الموسيقي لأنه بدرجة الأولى، والزقفة حقيقة هي مرات بتكون إيقاع إيقاع العرض يعني أو إيقاع الأغنية. فإذا كانت الزقفة غلط ممكن يطلعوا للمغني مرات هذا. فمرات كتير هلأ المحترفين كتير المغنين الشاطرين لو صار تصفيق خطأ بيرجعهم أو ممكن مرات يعني أعطيهم حركة ممكن يوقفهم. أنا بتقديري امبارح أبو حمدان، غنى أبو حمدان لما كانت عم تغني انفعل الجمهور معه فجأة، فبتصور عملت لهم حركة بإيدها بما معناه انه وقفوا ما تزقفوا لحتى ما تخربت. اذا بدكم نشوف الكليب يلا. الاول اللي هو كان كمان من الاغاني المميزه اللي غنتها غنى. لما دخل التصفيق فلأنه ممكن يطلع برا، وهيك كمان نقطة تنحسب للمشاركين. مرات كتير بيكون التصفيق خارج الإيقاع وبيضلهم ثابتين، وهي إضافة يعني عندهم للمشتركين بهالبرنامج أنه هن يعني ما يعني قدروا يتحكموا في الموضوع. هذه مسألة يعني بيقعوا فيها كبار الفنانين المغنين إذا حدا أعطاهم تصفيق غلط، لأنه هو الإيقاع يعني لازم يكون صح وإلا بيطلعوا برا يعني بالمغنى، هي تعابير موسيقية. فغنى هي أشارت امبارح لهذا الموضوع فكانت بمحل، على كل حال صار عندها خطأ صغير هي بس قدرت تتخطاه بشكل منيح. هلأ بدي أرجع أحكي عن شغلي امبارح كانت ملفتة بعرض أمس بـ The Voice Kids. الحقيقة بنشوف بأهلهم للولاد قديشهم محمسين وقديشهم هني جزء من العرض كمان لحد كبير، ومرات كتير أنا بقول وكأنه هؤلاء الأولاد عم بيحققوا حلم أهلهم اللي هن كانوا يمكن حابين يوما ما يكونوا على المسرح ويغنوا أو شيء. هلا رح نشوف هيك عرض بسيط لردود فعل الأهل أثناء ما كانوا أولادهم على المسرح، بنشوف قديه هن كانوا حابين كانوا أو هن جزء فعلا حقيقي من العرض اللي كان موجود. نشوفه سوا.
جينا نبيعك بوش التوت ضيعنا ضيعنا القلب ببيروت يا شماتة شباب الضيعة. الله 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 جميل. أحلى شيء أنه يعني على طول امه عملت كذا عيون السود فراح عامل نفسها السوده على طول نفس الحركه. بالذات انا احس انه يمكن اكثر شيء لما يكون الام او الاب اصواتهم جميله اصلا وما اخذوا فرصتهم فيحس انه شايف نفسه في ولده او بهالمحل. ونحن شفنا على فكره مع انه يمكن الاشاره معظم المشاركين اهل محافظين يعني هيك بتحسيهم انه يعني فيها بس انما هن اولادهم على المسرح كانوا عم يتصرفوا بطريقه وكانه هن فعلا حاسين حالهم هن فوق على المسرح. وكان في لحظات مؤثره جدا ردود افعال الاهل امبارح خاصه لما الاولاد في منهم ترك تحسي الاهل يعني بحاله هزيمه كبيره وهي حقيقه يعني لازم يتخطوها هذا الشعور. مثل ما قلنا انه مرات كثير في ناس لازم تنجح وناس بتبقى يعني بالصف الثاني انها ممكن ترجع تاخذ فرصها اكثر ومرات كثير من الناس اللي بيكونوا بالصفوف الخلفيه بيرجعوا هن بيصيروا بعدين بالصفوف صحيح. الاماميه نتيجه يعني خبره بيكسبوها مع الوقت صح. او انه بيتعلموا درس ممكن يحسنوا بعده الى اكثر كثير. وهون فرصه اني اشيد بالصوت الصبي التونسي اللي غنى عمل شغله بالموال انتبهت لها طبعا مش معقول كيف انا يعني بشارت على هذا الموضوع انه هناك نص من هم مشاهير بالعالم العربي لا يستطيعوا ان يقدموا ما قدموه هؤلاء الاطفال على مسرح ذا فويس كيدز حقيقه عم بحكي ولا عم بالغ ولا شيء صحيح. في منهم اسمهم النجم يعني ايوه الفلان الفلاني نجم النجوم. طب جميل بالنسبه للسته المترشحين للنهائيات كيف تجد الاختيار طبعا جدا صعب بالنسبه للحكام جدا جدا كيف تجد المواهب مين اللي المفروض يترشح؟ هلا راحت اللجنه دائما يمكن امبارح كان الحاسم القرارات بحيث انه راحوا شافوا يعني بين الكاركتير وبين الصوت قدروا يجمعوا الاثنين لانه فعلا تركت اصوات يعني خطيره اللي تركوا وفكمان اللي بقيوا كمان مش هينين فمشان هيك فعلا واجهوا صعوبه كبيره المدربين بانه مين بده ينقوا اثنين من اصل كل واحد معه خمسه كان لازم ينقي منه اثنين. مثلا في صوت غادر بالامس وانا عن جد يعني ما معقول قد ايه هالصوت حلو ولا يقدر يغني هالاغنيه بالذات اللي هي مثل ما كنا عم نحكي شوي الحان الاصبجي وكلمات احمد رامي وغناء ام كلثوم طفل صغير يعني او شاب صغير بعدها بهذا بدها خبره كثير هاي الاغنيه حتى يقدر يغنيها. خلينا نسمع منها مقطع طيب يلا نتاكد من هالشيء يلا مرحلة جميلة يعني احنا يمكن دائما بنقول انه المرحلة دي لما يوصلوا لها يعتبروا فايزين ولو خسروا طلعوا ما خسروا شيء بس فعليا حقيقة مجرد ما يوصلوا للآخر عشرة يعني اعتبروا خلاص انعرفوا انا بالنسبة بس بتأثروا اكثر يعني نفسيا الموضوع احسه بس هو هالبرنامج قدم فكرة قدم كأنه شيء للمستقبل نعرف نحن اول شيء انه هول الاطفال بيمثلوا جيل بيمثلوا يطمنوك فكرة يطمنوك يطمنوك فعلا هاي الأغنية بتعرفي أي سنة تلحنت اللي غنتها البنت سنة 1940 عم ترجع طفل أو شاب صغيري بسنة 2016 عم ترجع تعيد هذا اللحن مثل ما قلنا أحمد رامي هذا الشاعر العظيم والأصابجي هذا الملحن العظيم وأم كلثوم عم يرجع ينعيد هذا التراث بشكل حتى الأطفال اللي هن اليوم مفتوحين على العالم عندهم الآيباد بإيدهم بيقدروا يشوفوا اللي بدهم إياه قادرين يتأثروا بهي الموسيقى العظيمة معناتها نحن تمام يعني جميل. مستقبل كويس يعطيك العافية شكرا لك جميل مهارات وجودك معنا شكرا حبيبي.